حركة حماس تريد فرض نفسها في المعادلة الفلسطينية عبر الصواريخ التي تطلقها على إسرائيل، في حين تسعى إسرائيل إلى القضاء تماماً على نفوذ الحركة الإسلامية عبر قصف بناها العسكرية في قطاع غزة. المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى في القدس أشعلت فتيل الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. ويرى محللون أن حماس تحاول أن تتموضع بوصفها حامية للفلسطينيين وقبل كل شيء للقدس، وهو أمر جديد نسبياً مقارنة بما كان عليه المشهد سابقاً. واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس بأنها تجاوزت خطاً أحمر، ولم يكثف الجيش برد محدود بل قصف قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل من دون هوادة. واستهدف الجيش الإسرائيلي عدداً من القادة والمهندسين والمتخصصين في صنع الصواريخ وفي الاستخبارات المعلوماتية والطائرات المسيرة الصغيرة. فإسرائيل تسعى إلى أضعاف حماس وتعزز الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، وهذه لعبة خطيرة، ما يعني إغراق الفلسطينيين في مجهول إضافي.